بعنوان دور الإعلام في تنمية المجتمع المحلي، وكانت تغطي الحد من البطالة والفقر والعنف المجتمعي. طبعا دخلت فيها الكثير من المعلومات والآراء ما بين الضيوف والحضور الإعلاميين والصحفيين. طبعا وبالأخير يعني أنا حاب أتشكر هيئة أجيال السلام اللي بدأت في مبادرة إعلام السلام اللي هي انطلقت مع عام 2020. الآن بالنسبة لأهمية هذه الحوارات، احنا دائما بحاجة للحوار، دائما بحاجة للجلوس على طاولة النقاش، مائدة النقاش للتحاور حول قضايانا الوطنية، قضايانا المجتمعية، وأيضا يعني الخروج بتوصيات تقدم قد يستفيد منها أو قد تستفيد منها الجهات المعنية، وتستطيع من خلالها القياس عليها أو البناء عليها لحل قضية ما. ضروري التذكير بأن دور الصحفي ليس دورا موقعيا فقط، وإنما هو عابر للمشاكل والقضايا وحامل لها، والأهم من ذلك هو درجة قدرة هذا الإعلامي أو ذاك الصحفي في إيصال المشكلة بتفاصيلها الدقيقة، وأن يكون المتلقي أي المسؤول أو صانع القرار قادر على تفهم متطلبات الناس، وأن الدور الإعلامي يقتضي من هذا الصحفي أن ينقل الحقائق حتى وإن كانت مزعجة أحيانا لصانع القرار سواء السياسي أو التنموي. وهكذا لدينا تحديات كبيرة كأناس مهتمين بالإعلام، أولها أيضا أن المواطن أن يكون متوازنا في عرض قضيته، لأن المواطن الذي لديه مشكلة يعتقد أن كل العالم يهتم بهذه المشكلة بنفس السوية وبهذه الطريقة. لا، أنا أعتقد أننا في الرسالة الإعلامية يجب أن نكون دقيقين وأن نقوم بالعملنا على أساس تنوع الاختصاص، أي أن الإعلامي ناقل ومؤتمن لرسالته وقضيته، وأن المسؤول أيضا يتكامل معه بالمعنى الوطني والمعنى الخدمي في تلبية بعض النقاط التي قد تكون غابت عن خطط التنمية هنا أو هناك، خصوصا وأن المجتمع الأردني واحد من ملامحه يعاني من فجوات تنموية على سبيل المثال بين العاصمة الحبيبة عمان والمحافظات وبين المحافظة نفسها، مركز المحافظة والأطراف، فكل منا يرى بأن قضيته يجب أن تحتل الأولوية ويجب أن تأخذ السرعة والسرعة القصوى في حلها، وبالتالي نجد مثل هذه التجاذبات. لكن بكل الأحوال هي معالم صحية، وأؤكد أن دوز الحوار في الأردن من خلال وسائل الإعلام دوز محترم مقدر، وينظر إليه العالم نظرة بتقدير وفقا لخصوصية الدولة الأردنية ومجزات الدولة الأردنية في إقليم ملتهم وله تحدياته الخاصة التي ترتبط بالعالم بالتأكيد.